ولد الموسيقار فريد فهد فرحان إسماعيل الأطرش حوالي عام 1915 بقرية القرية بالسويداء بسوريا من أم لبنانية يرجع نسبها إلى المناذرة وهي علياء المنذر، ودخل مصر لاجئا بمساعدة سعد زغلول حيث أن أسرته في حالة حرب مع الفرنسيين، وكان يقود تلك الثورة في جبل الدروز عمه سلطان باشا الأطرش. أول غناء له وهو طفل في حفل لدعم الثورة في جبل العرب وكانت في القاهرة وهو طفل صغير، وقد قال فيه أحد الحاضرين شعرا شهيرا عندما قال: غنى فريد فأحكم الأوزان والعود فاض عواطفا وحنانا. يعشق فريد الأطرش العروبة ويحب الوحدة العربية، ولذلك كان غزير الإنتاج في فترة الوحدة مع سوريا، وقد غنى للثورة منذ بدايتها، وهو الفنان العربي الوحيد الذي زاره الزعيم جمال عبد الناصر في بيته أثناء مرضه. كل عام كل عام يعني وأفراحك زيادة، جيشنا خلى الكل بعد الظلم سادة، يوم ما قام والشعب كله قام ونادى باسم مصر الحرة، علي نفدي مصر بكل غالي في الحياة. انتباه. فريد الأطرش ساهم في تطوير الفن الموسيقي العربي، صاحب مدرسة في التلحين وفي العزف على العود وفي الغناء أيضا، هو أول من أدخل فن الأوبريت في السينما العربية، وأول من استعمل الآلات الغربية، وأول من وضع مقدمة موسيقية طويلة في الغناء العربي، وأول مطرب يغني على الهواء بالإذاعة المصرية في حفل عام عند سفح الهرم، وصاحب أول أغنية عربية انتشرت في العالم وهي قصيدة يا زهرة في خيالي عندما غناها الروس على أنغام موسيقية منوعة صارت رقصة متميزة عندهم، غنتها المطربة الشهيرة لينا ملاك. يا زهرة في خيالي أعيدها في خوالي، يا زهرة في خيالي أعيدها في خوالي، رمض عليها الليالي وأذبلتها الأيادي وشغلتها هل تستطيع موسيقى أحد الشعوب أن تكون منتشرة ومحبوبة عند شعب آخر؟ يجيب أحد الخبراء الروس على هذا السؤال. ممكن بالطبع، قبل سنوات كان من أشهر وأنجح مشاريعي هي المعالجة الموسيقية لأغنية التانجو يا زهرة في خيالي، وقد أدت المغنية الروسية الأصل لينا ملاك صياغتنا الجديدة لهذه الأغنية التي غناها فريد الأطرش في عام 1948. على فكرة كانت الملكة نور عقيلة العاهل الأردنية الراحل الملك حسين قد دهشت كثيرا عندما سمعت هذه الأغنية في أداء مغنية روسية وباللغة العربية. كان فريد الأطرش فنان متعدد المواهب، يمثل للسينما ويلحن الموسيقى ويعزف على العود بمنتهى البراعة، وقد اشتهر إبداعه كثيرا في الاتحاد السوفيتي، ولذا أدى أغنيته التي شاعت عندنا باسم التانجو العربية مغنون سوفيت كثيرون باللغتين العربية والروسية، ولا يزال الناس يتذكرون حتى اليوم الأداء الرائع لأغنية يا زهرة في خيالي من إنشاد المغني الأوزبيكي باتير ذكيرف. وقد وزع له العالمي فرانك بورسيل 8 قطع ضمنها استوانة بعنوان فسيفساء الشرق. بعدها الموسيقار العالمي فريد الأطرش وسام الخلود الفني الذي لم ينله إلا 3 في العالم: موزارت وشوبان وفريد الأطرش. أول قصيدة عن فلسطين كتبها بشار الخوري عام 1948 هي قصيدة متعددة الأسماء
تسمى قصيدة فلسطين، وتسمى أيضا وردة من دمنا، وهي أيضا قصيدة سائل العلياء عنا والزمان، وكثرة الأسماء تدل على شرف المسمى. يا جهادا صفة المجد له وبصنغار عليه الأرجوانا، شرف باهت فلسطين به وبناء للمعالي لا يدانا، إن جرحا صال من جبهتها لفمته بخشوع شفتانا. كان هناك مشروع لقاء انسحابي بين الموسيقار فريد الأطرش وأم كلثوم، ولكن الموت عجلهما في وقت متقارب، وبقيت الأغنية وهي كلمة عتاب، وهذا جانب منها بصوت إيمان باقي. كلمة عتاب يا حب بتدور عليك، كلمة 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 عتاب، كلمة عتاب وكلمة كلمة من قلبك يا ريت. خدت من ناري لما لعبت بيا وبعمري لعب، خدت من ناري لما لعبت بيا وبعمري لعب، طلعت بعد الوعد وبعد الورد، بعد الوعد بعد الورد، شوك والسراب والسراب يا حب، بعتب يا حب عليك يا دوب يا دوب كلمة عتاب، يا دوب يا دوب كلمة عتاب، من نار والعزام من نار، يا دوب كلمة عتاب كلمة عتاب.